ثلاثة لا ينظر الله إليهم، احذر أن تكون منهم. هناك سلوك لبعض الناس يستخف به، مثل سلوك الكذب، وهذه أهم صفة. الله لا يهديك ولا ينظر إليك إذا لم تتب عن هذه الصفة السيئة جدا. صفة الكذب أيها الأحبة صفة مدمرة، تفتح أبواب الشر كله. كل أبواب الشر، مفتاح أبواب الشر هو الكذب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد كثيرا أن المؤمن لا يكذب أبدا. يمكن أن يخطئ، يرتكب فاحشة معينة، ينسى، يسهو، يخطئ، ولكن لا يكذب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أدمن الكذب فتحت له أبواب الشر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يصبح الإنسان فاجرا، والله لا يحب الفجور سبحانه وتعالى. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان الذي كتب الله سيرته الذاتية، عنوان هذه السيرة كذاب، ماذا تريد؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ بالفعل هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الصفة الثانية السيئة أيها الأحبة صفة الفاحشة والزنا. ولا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين تزني. مشاهدة الأفلام الإباحية نوع من أنواع الزنا، ولكن طبعا الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. النظر إلى النساء بشهوة هذا نوع من أنواع الزنا الأصغر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أخي الحبيب، إذا كان فيك صفة تتعلق بالفاحشة والزنا والعياذ بالله والنظر إلى ما حرم الله، احذر أن تكون من هؤلاء الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. يعني إذا كان يوم القيامة لا ينظر إليهم، حيث أنت تحتاج لله عز وجل، فكيف تريد الله أن ينظر إليك في الدنيا؟ إذا ننتبه أن موضوع الزنا موضوع خطير جدا جدا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. موضوع الزنا موضوع سيء جدا، متعب، مرهق، يورث الفقر في قلب صاحبه، موضوع سيء يعني بكل معنى الكلمة، والله لا ينظر إلى الزاني. الموضوع الثالث أيها الأحبة وهو موضوع الزهو أو الكبر، التكبر، الصفة التي يكرهها الله تماما هي التكبر، لأنها صفة الملك سبحانه وتعالى. فما بالك إذا كان المتكبر فقيرا؟ يعني هناك أحيانا تجد رجل ليس لديه ما يتكبر عليه، ليس لديه ما يعني يرى نفسه أنه أحسن من غيره، فقير معدم، لا يجد ما يعيل به نفسه، لا يجد ما يأكله، ثم تجده مزهوا بنفسه متكبرا على خلق الله. هذه الصفة سيئة جدا، لا ينظر الله إلى فقير متكبر. الآن دعونا نستمع إلى حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، شيء مرعب، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: إمام كذاب، وشيخ زان، وعائل مزهو، متكبر، يعني شايف حاله كثير وهو فقير لا يجد ما يعيل به نفسه، عائل مزهو. طيب لماذا خص النبي هؤلاء الثلاثة؟ يعني أنت عندما تكون كاذبا بينك وبين نفسك في قضايا تخصك،
يكون الضرر أقل بكثير. أما عندما تكون في منصب مثلا إمام، سواء كنت إمام في بيتك، راع في بيتك، في شركتك، في وظيفتك، في عملك، في مصنعك، أي مركز قيادي، كذب هذا المدير أو هذا الإمام أو هذا المسؤول سيؤثر على كثير من الناس. لذلك كان من أسوأ أنواع الكذب. الزاني إذا كان شابا يعني قد يكون لديه عذر، ولا عذر للزنا طبعا، ولكن قد يجد لنفسه عذرا ويتوب. أما الشيخ الزاني يعني شاب وكبر ولم يتب من الزنا، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه، ولهم عذاب عظيم والعياذ بالله. والصفة الثالثة أنه فقير، يعني الغني إذا تكبر قد يكون يعني لديه عذر، ولا عذر مع التكبر كما قلنا، ولكن قد يعني يجد الناس له عذرا. أما أن نجد فقيرا معدما ثم يتكبر فهذا لا ينظر الله إليه. احذر أخي الحبيب أن تكون من هؤلاء الثلاثة. إياك أن تكذب، إياك أن تزني، إياك أن تتكبر، واسأل الله السلامة من هذه الشرور. ويجب أن تدرب نفسك منذ هذه اللحظة أول شيء على الصدق، يعني الصفات الثلاثة المعاكسة، الصدق رقم واحد، درب نفسك لتشيب وتكبر وأنت صادق، عود نفسك على الصدق، عود نفسك على العفاف وعدم النظر إلى ما حرم الله، وعود نفسك على التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.